الثلاث أسابيع اللي فاتوا في انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في الأسواق، والحقيقة إنه مع الدخول على موسم عيد الأضحى كان متوقع إنه أسعار الذهب تشهد بعض الزيادة، بحكم إنه مواسم الأعياد عامة بتبقى موسم غير الاحتفال بالعيد، موسم للأفراح والخطوبات وما إلى ذلك، فبيزيد فيه هذه المواسم شراء الذهب واستهلاك الذهب، فبالتالي كان متوقع ان سعره ممكن يطلع بعض الشيء، لكن ده ما حصلش. اللي حصل هو انه استمر في الانخفاض. بعض الاسباب الناس بتقول الخبراء طبعا انه ده بسبب ان المعروض زاد فساهم في استقرار الاسعار وتراجعها، لا سيما ايضا مبادره زيرو جمارك على السبائك والمجولات الذهبيه القادمه من الخارج انها معفيه من الجمارك اللهم الا ضريبه القيمه المضافه، فدي احد الاسباب. والانخفاض الملحوظ ده يعني لو قلت لحضراتكم مثلا في نهايه ابريل الماضي ده على طول في 2023 سعر الذهب عيار 18 كان وصل الى حوالي 2500 جنيه. النهارده الاسعار اللي بتابعها انه سعر عيار 18 وصل ل 1900. سعر عيار 21 كان في نهايه ابريل برضو قارب ال 2700 جنيه، النهارده في حدود ال 2218 جنيه. طيب خلونا نفهم ايه الاسباب، وهل بالتالي ده متوقع ان يحصل انخفاض اكتر الفتره اللي جايه؟ هل يعني ده الوقت الانسب للي عايز انه يشتري ذهب ولا ينتظر؟ خلونا نفهم اكتر من الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين. برحب بحضرتك معانا دكتور ناجي وسعداء بوجودك معانا، ويعني تفسير حضرتك لهذا الانخفاض في اسعار الذهب على مدار الاسابيع الماضيه. اولا اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. طبعا الذهب انخفض انخفاضات تعتبر قويه جدا، ومش سعر يعني حتى على الارقام اللي حضرتك قلتها، ال 21 النهارده عمل اخر نهار 2160 وال 18 1851 وعيار 24 2468 والجنيه 17500. طبعا يعني دي انخفاضات قويه جدا، ولو ان الانخفاضات دي فسرها امس رئيس مصلحه الجمارك الشحات فيتوري لما قال ان دخل كميه ده ب 454 كيلو دي منذ المبادره الرائعه اللي تقدمت بها وزاره التموين ومعالي الاستاذ الدكتور علي صلحي اللي هي زيرو جمارك. نعم زيرو جمارك ليها تاثير جيد جدا وقوي جدا على اعاده الالتزام في السوق، واصبح السعر اللي موجود حاليا هو قريب جدا جدا من السعر العالمي، ولا يوجد فروقات زي اللي كنا بنتكلم عليها زياده 700 جنيه واكثر من كده كمان. احنا كنا وصلنا حضرتك لحوالي 2900 جنيه عيار 21، ولولا دخول هذه الكميات والمبادره الرائعه ديت لكنا تخطينا ال 3000 جنيه بمنتهى السهوله. هل في اسباب اخرى ادت الى هذا التراجع ولا ده السبب الرئيسي والاوحد؟ لا في سبب طبعا، في تراجعات عالميه، الوقيه انخفضت في خلال هذا الشهر حوالي 52 دولار. نعم. وارتفعت عالميا بالمقارنة السنوية ب 172 دولار. كويس. طيب وفي هذا الإطار دكتور ناجي طبعا السؤال اللي أغلب الناس بتسأله، هل ده الوقت الأنسب للي عايز يشتري ذهب ولا ينتظر لأنه قد تنخفض أسعاره بعض الشيء؟ لا الوقت يعتبر مناسب جدا جدا، والأسعار الحالية تعتبر متقاربة جدا، لا يوجد فروقات كبيرة ما بين الأسعار العالمية، ومتوقع ان الذهب ونعلم ان الذهب هو مخزن قيمه جيد، واذا كان الاسعار بتهدى بتبقى فرصه جيده لاقتناء المعدن الاصفر، وممكن يعاود تاني مع ارتفاعات العالميه، وهنا ممكن نقدر نقول يوصل لارقام برضو يتخطى ال 2200 و2300. يعني اذا حضرتك مش متوقع انه يستمر في الانخفاض على مدار الاسابيع القليله القادمه؟ لا. لا بالعكس، هو متوقع له ثبات على هذه الاسعار، وما زال المصريين مقبلين على شراء المشغولات ومقبلين اقبال جيد جدا، خاصه بعد قرار معالي وزير التموين باعتبار السبائك ال 50 جرام وال 100 جرام تعامل معامله المشغولات، فاصبح المشغولات هي نفس اجره السبائك ال 50 جرام وال 100 جرام، واصبح المستهلك المصري بيميل لاقتناء المشغولات لانه يستطيع ان يتزين بها ويستمتع بها، وفي نفس الوقت وقت ما بيحب يسيلها هي نفس مستوى السبائك. نعم بشكرك شكرا جزيلا الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين. نستكمل معنا اخر واهم الاخبار بعد هذا الفاصل القصير، فارجوكم